شركة أرماف، أرماف لو بارفي بور هوم، تابعوا مع الفيديو. وسهلا فيكم أعزائي عن جديد على الفريجرنس هوليك لبنان، بيروت فريجرنس باشن. مثل ما بحب أذكركم على طول، يلي بحب المواضيع اللي بنحكي فيها العلاقة بالعطور بتمنى عليه يعمل سبسكرايب بالشانل. العطر رح نحكي عنه اليوم من شركة أرماف، هي شركة فرنسية إماراتية. العطر هو لو بارفي بور أوم. اوكي، هذا العطر مثل ما شفتوا، هذه القنينه. رح نبلش نحكي اول شيء عن الباكجينج. هذا الباكجينج، انا عندي باك اب باتل بعدها مختومه. اوكي، وهذه القنينه بلشت استعملها. اوكي، هيك بتيجي الباكجينج. اوكي، لو بارفي بور اوم ارماف، هون مثل ما شايفين اسود، سيلفر اسود. اوكي، من ورا كله اسود، هون محطوط ارماف وستيرلينج. ستيرلينج هي الشركة الام تبع اللي بتملك الارماف. اوكي، من هون لوجو ارماف. اوكي، ومن تحت عنا الباركود وال تاريخ رقم الباتش والتاريخ الصلاحية. هول القنينتين عندي 2016، إصدارات 2016، ميد إن فرانس. فرنسا أيام بيكون في إصدار فرنسي، أيام بيطلع إصدار إماراتي يو أي إي. هول الإصدار اللي عندي هو فرنسي، القنينتين يعني هيدي وهيدي. اوكي، نرجع على القنينه. القنينه هيك حلوه ومهضومه وغريبه، تجي ماجنتيك كاب بس منه قوي كتير، بس انه تنحمل بالغطا. اكيد ما بنصح حدا يحمل القنينه بالغطا. اوكي، شوفوا كيف جاي هيك مقطع هون، مثل كانه جلد جلد على بلاستيك. اوكي، هيدا القسم ازاز هون. اوكي، هون عنا علامة الارماف لو بارفي بور اوم. اوكي، اودو تواليت، هاي اودو تواليت 100 ملي، ساعة 100 ملي. اوكي، من هون سيلفر، السبراير سيلفر، ريحة كتير حلوة هلا بنحكي عنها. اوكي، ومن تحت كمان الستيكر هون ارماف، كمان نفس الشيء، رقم الباتش مع تاريخ الصلاحية. مثل ما قلت لكم اصدار 2016 هيدي. اوكي، قنينة كتير حلوة ومهضومة. اوكي، هلا بالنسبة للريحة، كل ما قد ما ترشوا منه ما اوفنسيف يعني، ما لنا ريحه هيك، ريحه كتير حلوه وفريش. افتتاحيه عنا الاناناس، عنا البلاك كارنت اللي هو عنب الثعلب او الكشمش الاسود، الليمون والبرجموت، هن حمضيات. بيرجع عنا بالوسط عنا سبايسي نوتس، يعني نوتات بهارات، يعني سبايسز، ورد وياسمين. وبالقاعدة العطرية عنا المسك، الباتشولي، الفانيلا، وعنبر الحوت الامبرجري. بشك انه يكون فيها عنبر الحوت لانه كتير غالي، اكيد في شي تركيبة سانتاتيك صناعية بتحاكي عنبر الحوت، أكيد
لأنه هذا كتير غالي يعني، وقليل كتير وجوده. ف هول النوتات يعني هي فروتي، سبايسي وسويت وجرين. هذا العطر إذا بنعمل عنه سيرتش، بحث على الفراجرانتيكا أو على جوجل، بتلاقوا إنه يشبه إلى عطر كريد جرين ايريش تويد. أوكي، هلا هو أكيد بيشبه الجرين ايريش تويد، بس أنا حسيت في معه شيء تاني كمان، صنف تاني من كريد. يعني حسيت إذا بنجيب 60 ملي من جرين ايريش تويد نخلطهم مع 40 ملي من كريد افانتوس الفروتي باتش، يعني اصدارات الفاكهية، نخلطهم بالميكسر مع بعضهم بيطلع لنا هذا العطر. لانه في الاناناس، في البلاك كارنت، يعني في فواكه، فحسيتهم خليط من هالكريد، اصدارين الكريد، جرين ايريش تويد والافانتوس. اوكي، بالنسبة لأداء العطر، أداؤه منيح، جيد يعتبر، 5 لـ 6 ساعات ثبات، وأول ساعة لساعة ونص فواحين جيد. بالنسبة للفصول أكيد ربيع وصيف. أوكي، لأنه فريش، منه أكواتيك، بس إنه عطر جرين، يعني هيك نوتاته الخضراء، جرين فريش ماسكي. اوكي، وفروتي، فرج كتير بناسب الربيع والصيف. بالنسبة لسعره للعطر، سعره بحدود $25، ممكن أقل شوي صغيرة أو أكتر شوي حسب البلد اللي أنتم موجودين فيه. عطر كتير حلو، بنصحكم فيه. يعني قد ما ترشوا منه هي العطر، منه مؤذي، اللي حواليكم ما رح يتضايقوا منكم. بحسه عطر مناسب للعمل، للوظيفة بالمكتب، كتير حلو. الإطراءات ما رح تاخدوا هالإطراءات العليا، منه عطر هيك مثل ما بقولوا سكسي أو شي، بس إنه عطر هيك نظافة وماسكلين، عطر رجولة. رح تنسألوا إنه شو هالعطر الحلو اللي حاطينه، شو رح ممكن تنسألوا عليه من الشباب ومن الصبايا. أوكي، جربوا، عطر حلو. للبارفي بور أوم من أرماف. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وبليز ما تنسوا سبسكرايب بالشانل، وبنشوفكم بفيديوهات جديدة.